الفن ما فيك تتعلمي منه، لأنه الفن لترلي بحر كتير واسع، كل يوم بتحسي حالك بعدك مقلعة، بعد 10 سنين بتضلك بعدك مقلعة، ما إله نهاية. فإن شاء الله ما بنتعلم غير السمعة الحلوة والأخلاق، ونوصل موسيقى حلوة وجديدة للناس. وما في غنية بعتقد غنيتها ما كانت إلى محل كتير كبير بقلبي، فيمكن اشتقت لك، كانت من بدايات أغاني الكلاسيكية، كانت كلامي ولحني، وحبيتك أنا، جبران، مجنون، كلهم بحبهم. عم نحضر لألبوم جديد مع مزيكا مصري لبناني، بيصدر بعد رمضان إن شاء الله، بيتضمن 13 أغنية إن شاء الله. بالتمثيل كمان في مشروع عم نقرأ، مشروع حلو عم بينقرأ مصري لبناني كمان.